الرئيس السيسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء بلغاريا بقصر الاتحادية، ويلتقي ممثلي كبرى الشركات الأمريكية. وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين. الأرصاد الجوية تحذر من حالة عدم استقرار في الطقس حتى نهاية الأسبوع. الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون نهار، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مباحثات مع بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا بقصر الاتحادية، وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الرئيس السيسي صباح اليوم مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم السيد سامح شكري وزير الخارجية، وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري قام بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لخادم الحرمين الشريفين خلال استقبال جلالته له في مكتبه بالديوان الملكي. وتناولت تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية استمرار التنسيق الاستراتيجي بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية. كما نقل وزير الخارجية لخادم الحرمين الشريفين صادق تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أعرب العاهل السعودي عن تحياته وتقديره للرئيس السيسي. على صعيد متصل، يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا إلى العاصمة السودانية الخرطوم لرئاسة وفد مصر في الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، والتي تنعقد بعد غدا الخميس على المستوى الرئاسي بالبلدين في العاصمة السودانية الخرطوم. ومن المنتظر أن تشهد الزيارة أيضا عقد مشاورات سياسية بين وزيري خارجيات البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فضلا عن أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ورياضيا، يلتقي النادي الأهلي اليوم نظيره الجزائري وفاق سطيف في 9 مساء في مباراة مصرية بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك على ملعب 8 مايو بمدينة سطيف الجزائرية. وكان الأهلي فاز على وفاق سطيف في لقاء الذهاب بهدفين دون رد بالقاهرة. وختاما، قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار وحتى نهاية الأسبوع، موضحا أن هناك شوائب عالقة وسحبا كثيفة على أغلب مناطق الجمهورية، وأضاف أن هناك شبورة مائية على الطرق، متوقعا سقوط أمطار خفيفة اليوم على عدد من محافظات الوجه البحري، كما توقع سقوط أمطار خفيفة غدا الأربعاء على القاهرة، وأمطار غزيرة يومي الخميس والجمعة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد على حلايب وشلاتين. مشاهدينا، انتهى موجز الأخبار. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة.